مفتي سور وجاب العامل السيد علي الأمين دعا المواطنين الشيعة إلى التفكير مليا قبل النزول إلى الشارع لتحقيق مطالب حزبية وليس شعبية، وقال إن من اتخذ قرار الطلاق في الحكومة هو الذي يرفض العيش المشترك. أكد العلامة السيد علي الأمين أن التصعيد الكلامي له انعكاسات سلبية على الاقتصاد وثقة المجتمع الدولي بلبنان، وناشد المواطنين ولا سيما الشيعة التفكير مليا قبل النزول إلى الشارع. يعني الشوارع ليست هي المحل المناسب للحلول. الشوارع هي طبعا يمكن أن تؤزم الأمور أكثر وتدفع الأمور بما لا يمكن الإمساك به. النزول إلى الشارع لا نعلم النتائج المترتبة عليه، فلنعد إلى ممثلي الشارع وهم النواب والمجلس النيابي، ومن خلاله عندئذ تتغير الأمور. إذا كان المجلس النيابي يطرح الثقة بهذه الحكومة فعند بحث آخر. تخشى من حصول صدام في الشارع؟ طبعا نخشى، لأنه يعني نسأل نحن ما هو المبرر أن الذين يدعون اليوم إلى نزول الناس إلى الشوارع، نسألهم هل دعوتم الناس للنزول إلى الشوارع من أجل تحقيق مكاسب للناس، حقوق للناس؟ طيب لماذا لم يدعو الناس إلى النزول إلى الشوارع عندما ارتفعت أسعار المحروقات؟ لماذا لا ينزلون الناس إلى الشوارع مثلا للمطالبة بالتعليم المجاني؟ لماذا لا ينزلون الناس إلى الشارع للمطالبة بالضمان والطبابة لكل المواطنين؟ أنا أتعجب، يعني كيف يطلب الآن من الناس أن تنزل إلى الشارع لمطلب غير شعبي، هو مطلب حزبي. السيد الأمين جدد الدعوة إلى الوزراء الشيعة للعودة عن استقالتهم. استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة لم يكن مطلبا شيعيا، وهو ليس مطلبا شعبيا أيضا، يعني خصوصا وأن هذه الاستقالة لم تأتي من أجل المطالبة بحقوق الناس، وإنما جاءت من أجل مطالب لتعزيز المواقع في السلطة. لم تكن الاستقالة لهذه المطالب الشعبية، لم تكن الاستقالة مثلا لما حدث في الرمل العالي. بكل الأحوال استقالتهم لا تعبر عن استقالة الطائفة الشيعية، لأنه لا يجوز أن تختزل الطوائف والأوطان بأفراد وبأشخاص. العلامة الأمين علق على كلام السيد حسن نصر الله بأن الاستقالة لم تكن بسبب المحكمة الدولية. طيب لماذا نوحي للشارع أو لوسائل الإعلام بأن استقالتنا كانت لأجل هذا الأمر؟ فلنؤخرها يوما، فلنؤخرها يومين. يعلن مثلا الوزراء الشيعة بأننا استجابة لنداء وطني وهو المحكمة الدولية سنشارك في جلسة مجلس الوزراء ذات المادة الوحيدة، وبعد إذن سنستقيل. وردا على التفسيرات التي تقول بأن الحكومة فقدت دستوريتها لأن فقدت صيغة العيش المشترك، قال يعني لو افترضنا مثلا أن دولة الرئيس السنيورة أو فخامة رئيس الجمهورية لا يرضى عليه كثير من طائفته، هل يفقد هذا معنى قيمة العيش المشترك؟ لا، هو يبقى رئيسا لكل البلاد. يعني العيش المشترك كان موجودا في هذه الحكومة، فإذا الذي انسحب هو لا يريد العيش المشترك، الذي طلق الآخر هو لا يريد أن يعيش معه ولا يريد أن يساكنه. السيد علي الأمين دعا السيد نصر الله إلى ترجمة قبول الإيجابي لاتفاق الطائف وأولى مستلزمات الدولة الواحدة التي تحصر فيها كل الأمور ولا سيما العسكرية والأمنية.